السلام عليكم الإخوان، تبارك الله عليكم وتحياتي لكم، ونتمنى تكونوا بصحة جيدة في أحسن حال والأحوال. مرحبا بكم مرة أخرى في صباحية أولاية، يعني في فائدة ديال صباحية أولاية. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا من خلال الكومنتيرات أو التعاليق اللي كيحطوا بعض الإخوان، جزاهم الله عنا خيرا في هذه الحلقات اللي هما كانوا متبعين معنا. طرح واحد الصديق من الأصدقاء واحد السؤال، وهذا السؤال هو اللي غادي نهضروا، وغتكون يعني تكون فيه الفائدة باش كل الأخ يعرف هذه المسألة. دائما الإخوان نسعوا إلى العلم والتعلم وتنوير الولاعة والمواليع من أجل يعني هذه الولاعة ديالنا تزيد إلى الأمام، وهذا شيء جميل. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفق جميع الأحبة اللي كي يبغي ويوصلوا كل معلومة من أجل تنوير الولاعة والمواليع. السؤال هو الأخ طرح قال لك ودي في حالات إذا كان عندنا يعني طير رويناه كوبية ود العام وبغينا نجاوجوه، واش نخافوا عليه ما نخافوش عليه؟ ماشي من المسألة الصحية، هو كيقول لك يعني من المسألة ديال التغاريد، واش يقدر يخسر ما يخسرش، يبقى مزيان هذا بغى يجاوجوه هو في مع المقضي باش يستافد من القرع، يعني بالنسبة للولاد يخرج وليدات ويكون باهم يحفظهم. يعني اش كيقول او اش كتقول الولاعة في هذه المسألة؟ هذه المسألة الاولى هي انه لا يمكن، يعني الا كنا غنهضروا بالاحترافية، لا يمكن باش ود العام يعني تحركوا من بلاصتو، ملي كنقولوا بلاصتو يعني الدار اللي هو فيها، البيت وكل ما هو يعني حفظه وخزن داك الطير وجاك زوين وبغاتو الخاطر غتخرج عليه. علاش؟ لان يعني بلغه الولاعه الطير باقي خضر، باقي فراجيل، باقي بزاف الامور اللي غدا ونذكروها الا قعدتي تغامرتي به اش غيطرى ليه. اولا انت الطير ملي كتبغي تجاوجو ومجرد ما كيسمع الانثى ديال المقني كيولي عنده كيقلب واحد لابالابرا دي ريس بويستا كيف كيقولوا الاسبانيين، معناه واحد كلمة تجاوب، او بصيغة اخرى كنقولوا واحد لومو دو باس، يعني كلمة المرور. ولكن هاد لا بالابرا دو ريس بويستا هو المصطلح اللي متداول عند الاسبانيين، يعني كلمات التجاوب. هو كيحفظ منها من الانثى واحد الكلمه باش كيبدا يتجاوب معها، اما غيهز لك الا درتيه مع الانثى ديال الكناري وخليتيه في واحد الفتره وغنهضروا عليها، يعني بغيتي دير الميستو غيهز لك تبيته، والا درتيه مع النتوه ديال المقنين غيقدر يهز لك واحد تعديده على واحد الفريوه، او يهز لك واحد السيلاب اللي غادي يبقى منها غيبقى كلمات التجاوب، وفي نفس الوقت كيكون يعني تم التراضي فيما بينهم. لان الاخوان الزواج ديال الطيور ماشي هو الطير لقح ليا النتوى راه تجاوج، راه فرق بين الطير لقح ليا النتوى وما قابلهاش النتوى، ها كيغفلها ملي كتريح كيلقحها، هذا راه ماشي تجاوج، هذا راه غادي تبيض لك. ولكن باقي ما تمش التراضي بينهم، التجاوج هو
كتبدا من البدايه ديالو، كيفاش كيوكلها، كيفاش كتجي عنده توكلو يعاونها في العاش، كيتم واحد عمل مشترك في التجاوز والتراضي، وكتولي كتسمع ليه، وغير الا دار واحد لي جيست كترجع للبيض، ما تنوضش من البيض على تخاف منه، كيحافظ هو على ولا بزاف د الحوايج كيتمو باش كيتجاوزوا الطيور وكيتم التزاوج. اسمحوا لي، هذه النقطه الاولى، الطير غادي يهز لك واحد. المساله الثانيه، الطير كتخرج وانت من واحد الايقاع، من واحد المقام، من واحد التناسق ديال التغاريد اللي كان كيأديها وسمعها، ولا تدريسها على الطريقة ديال الأداء، لأن الكوبية أو التركيبة لا ميلودي باش تحطت راه فيها جوج الحوايج، فيها الطير كيحفظ وفي نفس الوقت كتعطيه أنت كيفاش يأدي. عندك أنت دير ليه لي سونجمون كيفاش يأدي، واخا يبدل التغاريد ولكن كيرجع لا ميلودي ديال لي شونجمون اللي انت عاطيه، لانه هو مع كثره الاستماع ولات عنده واحد المنهجيه ديال التغريد. اما ملي كتدخلو انت هاد النتوى كيبدا يفقد هذاك التوازن، كيولي عنده واحد لو بيرديداد دو لارمونيه دي كانتو. هذاك لو بيرديداد فيك كيفاش كيجي؟ لان الطير ملي كيبغي يلقح النتوى كيتبعها بواحد الكلام كنسميو يعني في لغه الطبيعه الخزانه، كيبدا يخزن وكيبدا يرولي الكلام بلي 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 خاصو صوت برك باش يلقح. الطير هنا كتخرج عليه، كيبقاش عنده محافظ على ديك يعني تناسق جميل اللي انت حطيتيه. هذه مسألة أخرى بالنسبة لولد العام، كيطراو ليه هاد الحوايج. بغيتي دار العام الثاني عامين وبغيتي تجاوزو، كاينه واحد لا كونديسيون، شنو هي؟ كيبقى الطير هنا يقدر يبقى لك مزيان، وكيدير واحد الاسبانيين من بعد يعني اكتشفوا كانوا كيديروا هما واحد النوع ديال التقطيره اما تحت الرجل او هنا في الجنح في الوقت اللي كيبغيو يديوه للكونكور كونكورسو. والاخوان اللي عايشين في الاسبان واللي هما كيحضروا لي كونكورسو ديال الاسبان وعندهم خبره الاسبان غادي يعرفوا هذه المساله، ولكن اكتشفوا مؤخرا بانها كتادي الطير كدوز واحد الفتره من بعد الكونكورات وداكشي بكثر ديك الصوله كيموت. المساله اللي هي من بعد ولاو كيديروها، الطير عنده عامين وغادي نديه للكونكور، اش كنديروا؟ كندخلو على النتوات، النتوات تكون واجده ما عمرو سمعها هو، ما سامع ما والو، كتجيبو من بيت اخر نتوا واجده جامع العش، كتطلقو غير كتطلقو ليها كتريح، كيلقحها كتجبدو في البلاصه، كتحيدو كتغبرو، ما سمعها ما تخلقش ليه مشكل في التغاريد ديالو. هذا عنده عامين وما فوق كاع الا بغيتي ديها. علاش كيديرو هما؟ كيلقحو صباح في العشيه الغد اللي غيمشي للكونكورسو كيديه الطير من صبح الله، وكتلقاه كياكل قليل وهو هادر تكلم، واخا كيحطو في البين شوف الكونكورسو كيتكلم. علاش؟ هو لانه هو ضاق النتوى البارح ولا يعني الصوره ديالو زادت في القمه ديالها. ومن الاحسن الاخوان، من الاحسن بغيتي تطولوا الوليدات ديالك، جيب وليدات، خلي الطير عندك في بلاصتو، حافظ عليه، راه ماشي سهل باش الطير يخرج عندك الليمبيو، ماشي سهل. كاينين طيور
اللي واخا يكون فيهم لعيب فيهم واحد كاره دوبليه شيء من هاد هاد البيريو شيء من هذا واحد لما قنين جا فيه وجاوش ليه راه ماشي مشكل. راه واخا الفراغ في دوك السيمانه ولا جوج سيمانات كيسمعوا حيدهم من عنده ودي وكلهم واعطيهم الكلام اللي هو ليمبيو وكون خدام كوريكتو وخدام بروفيسيونيل. ويعني الخدمه راه ماشي سهله راه كتبغي واحد الاجتهاد اللي هو صائب. تبارك الله عليكم الاخوان تحياتي لكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الله يوفق الاخوه الله يوفق.